ضربت موجة سيول عنيفة أحياء مدينة سيئون لتعيد إلى الأذهان ما حدث لمحافظة حضرموت وتحديدا الوادي العام 2008، وما بين يوليو الماضي وأكتوبر من ذلك العام الحزين، حيث جرفت السيول المساكن وخلفت أضرارا بالغة بالأراضي الزراعية. يسترجع أبناء وادي حضرموت ذكرياتهم المؤلمة، لكن مع ما يحدث هذه الأيام من تدفق للسيول حينما شهدت مناطق حضرموت هطول أمطار غزيرة. حاصرت مياه الأمطار والسيول الآلاف من أبناء حضرموت، كما تسببت بتهدم منازل وأيضا سدت جميع المنافذ للدخول والخروج من مدينة سيئون، خصوصا حي شحوح، حيث دفعت هذه السيول بمياه الصرف الصحي إلى وسط الحي، وهو ما ساهم أيضا بتدمير بعض المنازل. تراكمت السيول وضربت المكان هذا، حسب ما ترون الأماكن بعضها غير لايقة للبناء، لكن بحكم الدولة صرفت وعطت رخصة بناء فيه، نحمل السلطة المعنية بالكلام هذا. والآن يعني في بعض الأسر لحد الآن يعني مش مستوعبة إيش اللي حصل لها. نحن نريد من الجهات المختصة والدولة تلتمس شيء من المواطنين بالمساعدات أو بالقرب إليهم. عاش سكان هذا الحي ساعات عصيبة، فمياه السيول التي وصلت بوقت متأخر من الليل بدلا من أن تجري بمجاريها أتلفت الممتلكات واجتاحت المساحات الزراعية القريبة منها. ما توقعنا أن السيل بيرجع، أن السيل يكون تياهه الانحدار، فيه شوف السيل يطلع لما عند البيوت، نقدنا الأطفال حقنا والأسرة، والآن الحمد لله يعني الأسرة بخير والحمد لله، بس البيوت مهدمة ولا هي آيلة كلها أمامكم آيلة للسقوط، ولا يعني للآن يكون حل هذه للمجاري لأن السبب الأضرار كلها. المواطنون لا زالوا ينتظرون تدخلا عاجلا من الجهات المعنية، خصوصا السلطات الرسمية، فالأمر بالنسبة للكثيرين منهم كارثي، فكيف لا يكون كذلك وهو من كان بالأمس يمتلك بيتا فصار اليوم يعيش بالعراء. لا زالت الكثير من الأسر تعاني من آثار فيضانات 2008 بالتحل كارثة جديدة هنا في مدينة سيئون، فمعظم البيوت في هذا الحي طالها الأضرار بين كلي وجزئي، فالمتضررين منتظرين حلا عاجلا من الجهات المعنية. حداد مساعد، قناة بلقيس، مدينة سيئون، حضرموت.